السلام عليكم، مساء الخير على كل اللي بيشوفونا. الساعة حاليا 2 مساء، الساعة 2 بالليل. يا جماعة هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. فيديو مختلف تماما. وريتكم الساعة هنا يا جماعة على ساعة الحائط، ووريتكم ساعة الموبايل. والناس اللي مش هتصدق برضو ممكن تقولي ما الساعة ممكن الساعة 2 الظهر ولا حاجة. لا، دلوقتي هفتح الباب واطلع في الشارع اوريكم ان الدنيا مظلمة ومفيش اي حد في الشارع وكل الناس نايمة والدنيا هص هص. طيب هنعمل ايه؟ طبعا انا واختي عند بيت بابايا بقالنا يومين عايزين نعمل حملة تنظيف. تمام، وانتوا عارفين عني دايما ان انا بحب تنظيف الصبح، يعني بحب الحاجة بدري. بس احنا مش عارفين ننظف الصبح، يعني بيحصل الناس مثلا بتدخل عندنا، ناس بيحصل لنا مشوار، في حاجه في محتاجه، فمش عارفين بقى. لو من قلنا لا ما بدهاش بقى، طالما ان احنا كده كده اصلا ما بننامش غير بعد الفجر، تعال بقى نستغل الوقت دلوقتي ونبدا بقى ايه تنظيف ونخلص اللي ورانا، واحنا كده كده ما بننامش غير بعد الفجر. فهنبدا بقى دلوقتي على بركه الله ونتوكل على الله، وربنا يعيننا ويقوينا جميعا. ان شاء الله تتنشطي من الفيديو وهنشتغل بقى شغل جامد بصراحه. يعني اول حاجه احنا دخلنا على الغرفه دي، بدات ان انا اشيل الملايات بتاعتها وغيرها. طبعا هنغير كل فرش الاوضه، كل فرش الاوضه، وطبعا كل الفرش اللي موجود في الشقه برضو، لان هيبقى في عندنا غسيل كويس. يعني غيرت ملاتين السرير وببدا ان انا انفضهم كده، وبرضو انضف الخشب بتاع السرير واي خشب موجود، وطلعت طقم ملايتين جداد وركبتهم. وبرضو الناحية التانية في السرير هعمل نفس العمل، يعني هقوم منفضة السرير واغير الملاية واركب المخدات والخديديات. طبعا انا اللي بدأت في الاوضه، بعد كده هسيب اختي هي ايه في الاخر تمسحها. خلصت تركيب الملايات، واي حاجه عايز تتظبط هننزل بقى دلوقتي على الارضيه، عشان بقى نفضنا اي حاجه تقع في الارض، بعد كده ايه نكنسها ونلمها بالجاروف. بدات ان انا اشيل هنا السجاد الموجود في الارض، بتبقى بقى في حاجات واقعه وحاجات صغيره، وانتوا عارفين اساسا ده كمان دور ارضي، فبيبقى فيه بهدله فيه جامده بصراحه. السجاد ده هيبقى نظيف، مش هيحتاج ان هو يتغسل. يعني بالنسبه لغسيل السجاد، عايزه اقول لكم ان اختي بتعمل السجاد اكنه قطعه قماش، اكنه يعني عبايه هدوم، بتغسله على طول. يعني عايزه اقول لكم شهريا بتغسل السجاد، وطبعا بيبقى عندهم كذا غيار، فبتشيل ده وتحط ده، بس اللي بتركن بيكون نظيف. والحفاظات دي يعني يعتبر كل اسبوعين ولا حاجه. فبقولها يا بنتي حرام عليكي، احنا ما بنغسلش غير هي مره واحده في السنه السجاد، وبيفضل نظيف. بس طبعا عشان زي ما قلت لكم دور ارضي كده ومتبهدل. كنست برضو الارضيه بعد ما لميت السجاد، وخلاص كده الاوضه بدا عليها ان هي تتمسح. طبعا هي اختي من ذوات الخيشه والميه، ما بتحبش ابدا ان هي تغسل بالشرشوبه. الشرشوبه عندها موجوده، ولكن هي ما بتفضلهاش ابدا، بتقول ان هي بتعمل زفاره او كده. فهي من غاوي ان هي ايه يعني بتبقى مجهزه او راكنه فوطه مخصصاها للمسح، وبتحط طبعا المسحوق والحاجه اللي هتنضف وكده وتمسح بيها. خلاص اتوكلنا، انت الله مسحيها انت، انا خلاص خلصت الغرفه وكل حاجه وانت مسحيها. مسحتها هي وخلصتها، وبعد كده ايه بقت خلاص تمام التمام. فرشتهم تاني بعد ما نشفت، والغرفه دي كده خلصت، لان مش هينفع ان احنا نكب فيها ميه ولا حاجه. دخلنا بقى على بقيه الغرف، بدانا نغير الملايات. خلاص كده غيرنا غيرنا الملايه بتاعت السرير هنا، وهنا برضو البياضه بتاعت الكنبه. مش هنشيل فرش الكنبه دي، لكن اللي هي البياضه اللي بتنحط عليها هي المفروض ان هي بتحمي الكنبه من الاتساخ. تمام، فبتتغير برضو على طول، شلناها. وهنا برضو الغرفه بتاعت مريومه الملايه برضو اتغيرت، واختي برضو هتمسحها. جهزت برضو الجردل والفوطه وهتمسحها برضو تطوقها، لان هما دول الغرفتين اللي احنا مش هينفع ان احنا نكب فيهم ميه. انما بقيت بقى الغرف بالمطبخ بالصاله بالحمام بالسلم المدخل، كل ده بقى هنشتغل فيه ميه ونبلبط شويه. فكده الغرفتين خلاص تمام اتغيروا وكل حاجه تمام. تعالوا بقى بينا الغرفه هنا اللي هي هينفع بقى ان احنا نكب فيها ميه وكده، اللي هي غرفه الكنبه او غرفه الضيوف. هنشيل البيضات، وبرده الفرش ده هينشال، بس هنشيل البيضات دلوقتي عموما. هندخل بقى على الغسيل، طبعا الغسيل كتير جدا. وهنبدا نشيل السجاده كده وننفضها، ننفضها واحنا بنشيلها، وبعد كده ايه بنكنس. يعني السجاده دي برضو كانت لسه حطاها قريب، كانت عايزه تغيرها بعد ما خلصنا، وقلت لها لا سيبيها بقى، لا حطي واحده جديده على العيد، لان طبعا عارفين ان العيد الكبير خلاص ما بقيش غير اسبوعين اتنين. فكل سنه وانتم طيبين، برضو ممكن تتشجعوا وتتحمسوا وتاخدوا ده ان ده يعني تنظيفات العيد. لكن بالنسبه لعندنا هنا، اختي هتعمل نفس العمل اللي اتعمل، شوف اللي احنا عملناه كله احنا وهي، هتعمله تاني على العيد. لكن انتوا ممكن تتحمسوا وتاخدي ان دي ايه للعيد. خلاص احنا كده شلنا كل
الفرش اللي في الارضيه وكمان المطبخ هناخده بالمره كده. دلوقتي انا بنكنس التراب الاول قبل ما نحط ميه عشان ما فيش حاجه تتطين يعني، فبنلم الاول بنكنس يعني، وبعد كده هنشتغل بقى. فتحنا الخرطوم وهاتك يا ميه وهاتك يا بلبطه. الجردل ده هنبدا نحط فيه الغسيل المسحوق اللي احنا هنستخدمه في المسح، يعني الخلطه هي مش خلطه يعني، الحاجه الموجوده عندك. احنا عندنا هنا مسحوق بودر البرسيل بريحه اللافندر، بيدي ريحه حلوه بجد، وعندنا اكسترا هنحط منه، وعندنا برضو كلور اللي هو الكلوركس الابيض هنحطه منه في الارضيه. الجردل ده عشان ناخد بقى منه كده ونكب في البلاط، وبعد كده ايه بالفرشه الارضيه او فرشه البلاط لو في اي حاجه لازقه وكده يعني. لكن احنا اول حاجه بقى بنكب ميه في الارضيه، بنكب ميه بالخرطوم. الميه دي اللي هي عاديه ما فيهاش، مش بتاعه الخلطه اللي احنا عملناها، لا ميه ارضيه، ميه العاديه. ليه بقى؟ عشان لو في اي حاجه لازقه في الارض، ساعات بقى الاولاد بيبقى فيه مثلا لبانه لازقه، في فتافيت اكل، في حاجه، فدي تبوشها يعني. تمام، احنا بدأنا هنا كده بالمطبخ هناخده الاول. برضو المطبخ الحمد لله من الميزة اللي موجودة فيه ان في صرف مية، يعني في اللي هي البلاعة اللي بتصرف المية، فاحنا وهي بقى واحدة بالمساحة وواحدة بالفرشة، وهنكب اهو من الخلطة اللي احنا عاملينها، ونبدأ نجيب فرشة البلاط وندعك بقى عشان فواصل السيراميك لو في حاجة بقى لازقة مش عارفة ايه. تمام، برضو الخلطة او المسحوق بينضفه طبعا. بس انتوا عارفين اصلا السيراميك مش بيحتاج خلطات وحاجات واو، لانه بينضف يعني على طول. بعد كده دخلنا اهو الاسطال على طول بالخرطوم برضو تحت الكنب، حركنا كل حاجة وكل حاجة اتغسلت تحتها بالمية يعني، وفي كنبة بالخرطوم كده وعملنا تحته وشدنا بالمساحة، برضو السراير تحتها بالمية، فاهميني؟ بتحس فعلا براحة كده وبتشم ريحة النظافة، وخصوصا في الجو الحر ده يعني. احنا اختي بتحب تعمل الحاجه دي في الحر وفي الصيف، تديك طراوه جامده. في الاخر بقى بعد ما بنغسل يا جماعه المعطر بنحطه في الاخر في ميه نظيفه، وبنجيب معطر العود ده ريحته جميله جدا، بيسيب اثر حلو بقى، مش ان احنا نحطه من الاول فالريحه بتاعته تروح، لا هو بيبقى الماده بتاعته بيضه شويه كده، وبتحط منه شويه في الميه، وفي الاخر اختي بقى بتقوم منشفه بالفوطه فبتسيب الريحه حلوه فيه. اهو الحاجه اللي خلصت معانا المطبخ اهو خلص يا جماعه. طبعا تحت البوتاجاز ده اتحرك ونحط تحته ميه، تحت المطبخ نفسه اتحرك برضو وجبنا كبينا ميه، بيبقى في حاجات واقعه مثلا انت مش واخده بالك منها، تحت الفريزر وتحت التلاجة، كل حاجه كده ايه من الاعماق اتنضفت ودخل تحتها الميه واتحركت من مكانها وتنشف. خلاص ده كده خلص معانا. وبرضو هنا الصاله خلصتها، بس هي هتبدا ايه لسه اللي هو التلميعه بالريحه يعني بالمعطر اللي احنا حاطينه ده، فاضل له ان هو ايه هيتعطر وكده. دلوقتي بقى هننزل باقي معانا الغرفه اللي هي على على اول الشقه، الاوضه دي هندخل عليها الاول، وبعد كده هناخد السلم بايه بالمدخل. المدخل تحت هيبقى ايه منزلين فيه بقى الحاجه اللي عايز تتغسل، وسايبين طبعا الاولاد كانوا معانا ببلبطوا وهيصين يعني، هما بيحبوا البلبطه. اختي من الميزه اللي فيها ان هي بتحب تشتغل والاولاد حواليها، بتحب اولادي واولاد اخواتي الولاد يلا بينا احنا عايزين نعمل وهنمسح وهنبلبط والعلب يوسف كده. طب سبحان الله مختلفه يعني، انا عن نفسي ما بحب اشتغل، ما بحبش حد حواليا، بحب اشتغل كده في صمت واخلص، الاولاد حواليا بيوتروني، لكن هي بتحب لها خلق يعني الاولاد وكده. فدخلنا بقى الغرفة دي، شيلنا بقى كل الفرش بتاعها اللي هو الفرش المحطوط على الكنب عشان هيتغسل، اللي هو لونه فاتح كده. الاساس بتاعها هو بيبقى عبارة عن سفنج وعليه الكسوة اللي هي دي كده جاي معاها، انما احنا بنفصلينه الكسوة الخارجية خالص دي عشان تحافظ عليه. فشيلنا بقى، خلينا الأوضة خالية كلها، بصوا على الخشب يعني الكنب بس على الخشب، وشلنا كل الفرش اللي فيها، وبرده هنمسحها بالخرطوم، وكل حاجة الحيطة برده اتلمعت وكل حاجة تمام. وبعد كده سيبنا الشباك بقى مفتوح عشان يهوي مع المروحة بحيث الحاجة تنشف على طول، ونفرش او نرجع الحاجة، لان طول ما الحاجة من سابة يا جماعة بيبقى في بهدلة بصراحة يعني. طول ما انت سايبة البلاط ما فيش فرش، طول ما انت سايبة الكلام مش عارفة ايه، لكن ما الحاجة بتتفرش بتكن بصراحة. خلصنا بقى الغرفة دي وسبناها تنشف، وخدنا بقى السلم اهو دلوقتي بالخرطوم برضو، وبعد كده بنجيب فرشة البلاط واي مسحوق لو عايز تنضف، لان هو لان السلالم دي نوعها اللي هو مزايكو، عارفين اللي هو النوع القديم ده يعني، فبيحتاج دعك شويه وهو شكله كده ما بيبانش فيه. تمام، فهناخد كده بالميه. بعد كده اخر معانا حاجه، بعد كده اخر حاجه معانا هنا المدخل.
طبعا زي ما تكون نزلنا بقى الحاجه اللي هتتغسل فيه، وباقي هو هيتمسح طبعا لان كل اي تراب ولا حاجه نزلت موجوده هنا. فسبت اختي بقى بتلمع اخر حاجه اللي هو بالريحه، وانا نزلت انا ايه اغسل فيهم. هم طبعا هم حاصرتين وعندنا سجتين صغيرين ومشايه، يعني حاجات اللي هي الخفيفه اللي هتتغسل. هي بتحب تحط الحصر دول في الصيف، وبيبقوا خفاف جدا وبيجيبوا طراوه عن السجاد. السجاد بتحس ان هو بيبقى تقيل وبيجيب حر، لكن الحصيره دي بصراحه هي برضو شارياهم جداد، حابه بقى ترجع برضو لأيام زمان وكده. فاشترت واحدة ورا التانية، مخليه واحدة في الصالة وواحدة تانية يعني. فهت غسلهم يا جماعة وبقى سهل جدا، يعني انتوا شايفين برضو عملت كده خلطة سريعة وبفرشة البلاط. والسجاد برضو ما كانش ان هو متسخ يعني جاي من، انا بقول لكم هي برضو على طول بيتغسلوا وبقى في غيار تاني. السجادتين دول برضو او المشايتين دول محطوطين على بعض بحيث دي تتبلي وبقى التانية تحتها تتخمر وما تاخدش معاكي وقت. غسلتهم واتغسل برضو المشاية دول، وبعد كده دي الحصيرة التانية اهي برضو فرداها. حلو المدخل ان هو واسع بياخد الحاجة على بعضها، وسهلة جدا بتني واعمل. وهو حطهم هنا على الحوض هم يصفوا بعد ما خلصتهم. وبالخرطوم برضو هعمل بوابة الحديد دي بقى اللي بتجيب لنا كمية أتربة رهيبة من الشارع، لأن البوابة دي خلاص على الشارع والشارع أساسا مش مرصوف، فبجيب كمية أتربة رهيبة مع اني عمالين مقفلين اهو البتاع من فوق وكده، مفيش فايدة، الأتربة فظيعة. فبالخرطوم بقى وغسلنا البوابة، وبعد كده شدينا بقى المية، ودي المدخل بقى زي الفل. كل حاجة فيه اتغسلت وريحته حلوة، والفرش اللي احنا غسلناه او اللي هي الحصر والسجاد الصغير ده اتغسل واتصفى. وبعد كده ما نطلع ننشره، قلنا بقى نفرش حاجات بقى بسيطة كده. المطبخ حطينا فيه السجادة الصغيرة دي، هو لوكا صغير بصراحه يعني، بس هي كده السجاده دي اللي هتنحط المره دي، ما بنحبش نغطيه كله بالذات المطبخ يعني عشان يبقى سهل في الشيل والحط. وهنا برضو الصاله حطت فيه الحافظه، وبالنسبه برضو هنا للغرفه فرشت طبعا هو نفس السجاده، وكمان رجعنا بقى اللي هو بتاعه الكنب، رجعنا السفنج بتاع الكنب. هو هيفضل كده، قلت لها بقى ما تفرشيش عليه فرش، هو لو في غيار تاني غير اللي هيتغسل ده له كسوه تانيه. تمام، الكسوه اللي بيتي دي قلت لها ما تفرشهاش بقى غير على العيد، تمام، عشان هي لو حطيتها من دلوقتي هتتبهدل وكده. فحطيناها وفرشنا الاوضه، خلاص هي جاهزه كده تمام. وادي كوم الغسيل الحلو بقى، لان كل الملايات اتلمت وفرش الكنب والبيضات، يعني حب الغسيل حلو. فسيبناه دلوقتي لان خلاص احنا كنا تعبنا بصراحه ورهقنا، وخلاص الفجر كان أذن وصلينا والحمد لله. دلوقتي بقى كانت الساعة 5، هنبدأ بقى ندخل ننام. حبيت برضو أوريكو المنظر الشارع بقى، خلاص كان النهار بدأ إن هو يشكشك، وصوت العصافير جميلة، الجو بقى بيبقى فيه نسمات هوا جميلة، وحلو قوي الصبحية دي. ده كان فيديو النهاردة، بتمنى يكون شجعكم. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وسبسكرايب وكومنت حلو زيكم. بحبكم في الله، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم.